لا عزيز عليا نمشي نخدم من راسي ونجيب هذاك الشيء كامل يعني كنقول بعد مرات كنقول نبقى بالجوع والله ما مشات شي واحد نقول له يعطيني ولا 10 دراهم ملي كنطلب بنادم كنتعصب يا الظروف الحاليه اللي كنعيش يعني قاسيه يعني تشرد الاب ديالي ما عرفتوش كاين ثلاثه هما ولكن ما عرفتش شكون هو فيهم دابا اخويا كيفاش يتم الابوين انا ما عمري عشت معاهم انا يلا عرفت شكون دابا شي عامين واصلا فاش مشيت عند جدي يعني قاصه واحد جدي جرى عليا قال لي سير بحالك وتمايا داوني الخيريه ديال الخميسات لقيت تما واحد العامين كانوا كيتعداو عليا تما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاسم حميد بن شريف تزاديت خميسات يتيم الابوين بعدا نعاود لك من الاول اخويا انا تزاديت خميسات كان لي واحد المشاكل عائليه واحد جدي لا حنا انا والام ديالنا الشارع وتمايا داوني الخيريه ديال خميسات لقيت تما واحد العامين كانوا كيتعداو عليا تما المهم شدوني عاوتاني مره اخرى جاو البوليس كيفاش كيتعداو لك بحالاش يعني شفت بزاف ديال التعدد ودوك المسؤولين اللي تمايا الخيريه انا كنت صغير يعني ما كان حتى واحد تمايا سبحان الله العظيم كنت انا بوحدي المهم كان واحدين كبر مني المهم انت كيتعداو عليك العصا وهادي كيخلوك بالجوع تمايا مليوح صافي دوزت واحد تقريبا واحد العامين وجات جمعيه اخرى ما هي اس او اس كاينه بحسيمه الفرع ديال بحسيمه المهم الفروع بزاف وانا مشيت لحسيمه وتما بحسيمه الصراحه شنا صراحه ظروف زوينه قرينا ابتدائي وملي كتكمل الابتدائي كيديوك الفامي ماشي كيديوك مدينه اخرى كتكمل من مع اس او اس حقاش غير ابتدائي كتقرا تمايا كيديوك مدينه انا مشيت لمكناس كملت تما الاعدادي قريت السابعه والثامنه و يعني احنا دائما في التنقل يعني وصلت تقريبا سيزيان نيفو باك كان بالي بقى لي عام على نقرا الباك ساعه الظروف ما ساعدتنيش جاني المهم انا عشت واحد الظروف قاسيه شويه بقيت كنتذكر بزاف ديال الامور كانت عندنا واحد الام ربيانه المهم تعدوا الجمعيه كانت تتعدى علينا يعني راه عشنا معاناه بزاف يعني حنا اليتامى ما لينا غير الله في المغرب واخا تعاود لاي واحد واخا يعني حتى واحد ما يحن فيك انت كتعرف اخويا المجتمع ما كيرحمش انت راه بغيتي يعني كلشي خص ديرو بوحدك انت كنتي قلتينا بانك الجد ديالك جري عليك انت والام ديالك هي يتيم الابوين واش الام ديالك توفات لا دابا اخويا كيفاش يتيم الابوين انا ما عمرني عشت معاهم انا يلا عرفتهم دابا شي عامين واصلا فاش مشيت عند جدي يعني قاصه واحد جدي جرى عليا قال لي سير بحالك يعني داكشي ديالو ما غنقول ليه والو نقول له انا 25 عام ما عمرني شتك بغيت نسلم عليك الام ديالي حتى هي براسها قالت لي سير بحالك حيت هي كتخاف منا كيتخاف من باها قاصح بزاف يعني الا سميتو رجعت انا غيجري عليها حتى هي ما عرفتش علاش انا ما فهمت والو في هادشي انا عندي 3 شهور لا حونا يعني كانت شي علاقه غير شرعيه فهمتي وصافي اخويا من تما هاد اس او اس هاد الجمعيه وقفات معنا ما نكذبش على الله كاين اللي الدراري وصلوا مشاو الامارات هيا اخويا يعني جرى عليا انا بعد 25 عام انا قلبت عليهم مشيت عندهم يعني نشوفهم كاين ماشي غير جدي كاين عمامي كاين بزاف ولكن اخويا كيسكنوا في خميسات ولكن المشكل هو انني يعني هما مشيت عندهم انا ما عندهم باش ينفعوني هذوك العمامة مشات الام ديالي سلمت عليها قلت لها كي دايره المهم غير شفتها المهم طمأنت عليها وهي الام ديالها عاودت لي قالت لي سير المشاكل عندنا هنايا الاب ديالك قاصح يعني عندك ما دير هنا يا ربي الجد زعما الاب ديال الام هي معترفه بيا اصلا عندي كنيه ديالها بن شريف هي بقى في الحال بقيت كنبكي ودخلت واحد الاكتئاب على الام و يعني كنقول بغيت هذاك المحنه اخويا حنا ما عمرنا عرفنا المحنه من الصغر يعني عندنا واحد الابتلاء صعيب يعني الا ما صبرتيش وكنتي يعني خصك تكون عندك واحد الشخصيه في هذا المجتمع يعني راه صعيب باش تعيش بحال هكا بوحدك وخويا ما تعرفوش انا خويا الاب ديالي ما عرفتوش كاين ثلاثه هما ولكن ما عرفتش شكون هما فيهم
يا تمايا اش نقول لك دابا كون جيتهم بشي طوموبيل وخدام كلشي غادي يتجمع لك، عندك فلوس غادي كلشي، ولكن انا جيت واحد الظروف صعيبه يعني ما عندك حتى واحد اصلا باش هما يعاونوك، بالعكس عاد زادوا عليك يعني غتعيش معاناه اكثر. وبس ما بهادشي ما بقاش. فاش قال لك جدك فاش درع عليك وقال لك لا سير بحالاتك، كيفاش كان الشعور ديالك؟ يعني خويا شعور قاصح بزاف، جلست بقيت كنبكي صافي، كنشد قلبي تنقول شنو غندير، يعني كيف قالوا واحد الافكار خايبين كنقول عاد ولا مشيت الرجيم كنتراجع بحال صافي، كتبان لك الحياه الظلمه كلها يعني. فكرت بزاف اخويا وكنتردد وكنقول عاد مشيت الرجيم، الحمد لله قاري قران هادشي اللي خلاني نتراجع، كنقول مع الله هادي عاد ولا مشيت الرجيم. واش نقول لك اخويا يعني حنا بالجمعيه كي بهاد اس واي اس كيعاونوا بنادم كيوصلوا معاه اللي بغاو، ولكن انا وقعوا لي غير مشاكل نفسيه مع العائله وهذا الشيء، بقيت كنفكر بزاف، دخلت واحد ديبريسيون. يعني لا يعني حنا دابا لا هما تيقولك سير فحالك، تيقولك وصلتي هاد لاج يعني ما عندنا ما نديرو لك. شحال ديال العمر باش كيشيط بنادم بحالو؟ يعني اش نقول لك لا طولتي اخويا 20 عام صافي، 20 عام الا كان عندك شي مشكل 20 عام صافي. كنت عايش مزيان وسط خيرين؟ وصراحه كنا عايشين مزيان صراحه مكذوب على الله، غير هو يعني انا المشكل ديالي كانوا كيقولوا لي غادي نوصل الحمد لله مهندس ولا تخرج، يعني كنت واحد الميور كنت نقراو هنا في شي لي سيليوت هذيك ديال يعني قارن لونغلي فرونسي اي حاجه تجي مني يعني المشكل ديالي هو انني دخلت في الديبرسيون بغيت نخرج منها، ولكن الحمد لله راه بخير دابا، غير مره كتكون بخير مره مابقاش كيجيك النعاس شويه القلق شويه من هادشي كامل. اخويا انا دابا مابقيتش كنفكر بهادشي، كنفكر بشي خدمه شي واحد يعيط لك يقول لك تخدم ما عين من التكرفيس. الله اخويا كنتي تدير شي مراحل انك من الخميسات مشيتي للحوسيمه، عاودينا كيفاش ظروف التنقل ديالك؟ دابا ظروف التنقل ديالي اخويا انا نهار عقلت على راسي في الشارع، ولد هادشي يعني قول 3 سنين كنجري في الشارع، كنعقل على راسي كنتهضر بلي طوموبيل كان عقلها مزيان هادي، دخلت الخيريه. المهم الخيريه من تما من خميسه داوني الجمعيه اللي كاينه هادي اللي قلت لك حسيمه اس واس، وكيما عاودت لك في الاول راه قرينا تما وتهلاو فينا الصراحه الكذوب على الله حرام. ويا الظروف الحاليه اللي كنعيش يعني قاسيه، يعني التشرد ما عندكش تقلب على الكره ضروري، حنا دائما حنا اليتامى بمحنة يعني ما كاينش واحد يكوبري عليك، مازال كاين لي بوالدي وكيبحل مع ساك حنا ما عندنا حتى شي واحد. و يعني انا بغيت نوصل لواحد الطلب محسنين. فين كتنعس دابا؟ انا خويا اش نقول لك مره الشارع مره لا المنطقه بالضبط فين كتنعس بالضبط؟ انا في الولفه كتدبر المنطقه هكا تخشب شي جرده حتى الصباح، و يعني عينا من هادشي خويا، عييت طلب واحد هذه الله يرحمه والديه حتى لامتى، يعني كتحس براسك ميت خويا. اش نقول لك هذاك ديال الله كنوض كاع الله يا ربي بسم الله يعني كنديرها في يد الله. بعدا كنتصل بواحد كنت خدام عنده في لوكاسيون كيكري الطوموبيلات هو مدير، قال لي يا حميد كنعرفك انت كتقرا مزيان كيفاش وصلت لهاد الحاله وهادي وانت كتخدم مزيان وواعي وهادي، قلت له سيموني راه يعني في كورونا من الكورونا لهنا راه وقعت واحد يعني دخلت واحد الازمه خايبه وما كاينش اللي يعقل عليك وهادي صافي، هو كيصوب بك مره مره بشي 200 درهم ولا بشي حاجه، ولكن يعني باش يعطيك شي واحد ولا هادي ولا شي خدمه ولا شي واحد يعيط لك حتى واحد ما كيعيط لك، يعني كتبقى دائما مع راسك دائما مشغول، يعني حياتك مره كتفكر في الكره ومره كتفكر يعني واش تخدم، يعني ما عندك حتى شي مستقر. والطلب ديالي اخويا هو غير هاد الحياه صافي، طلعت لي براسي اخويا شي خدمه يعيط لك شي محسن و عين خدم دراعي و يعني انت بغيتي تعيش بكرامه. الله يرحم والدين، انا ما بغيتش نطلب بنادم في مره بهذا المصطلح، انا ملي كنطلب بنادم كنتعصب كندخل في واحد الهيجان، انا عزيز عليا نمشي نخدم من راسي ونجيب هذاك الشيء كامل يعني تخدم بعرك. كنقول بعد مرات كنقول نبقى بالجوع والله ما مشى شي واحد نقول له يعطيني ولا 10 دراهم ولا درهم، وهذا الشيء اللي كاين اخويا. انا كنطلب من الجاليه الا كتواصلوا مع الجاليه المغربيه والمحسنين واخا يشوفوا في عين زعما في عين الرحمه والله يجزي المحسنين 06 11 67 33 81.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.